Social distancing is the space we create to reduce the number of contacts we make with other people. نرجع لكم مشاهدينا نتابع لقاءاتنا بيوم بي جديد شربل ابي نادر نقيب اصحاب الحضانات المتخصصه بلبنان رح نحكي معك عن عوده الاطفال الى الجاردوريات في حال خلص اقرت العوده قديش ايش تقنا نرجع نشوف الحياه بشكل طبيعي قد ايش تقنا انه الاولاد يرجعوا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي لانه الوضع يلي عم يكون بالبيت ومع الاولاد عن جد كارثه 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 اجتماعيه كبيره عن جد. و... ومستعدين نرجع للشغل باي باي خساره ممكنه ما بقى عندنا يعني الماده ما عادت عندنا هي اللي هي الاشو الوحيد صار عندنا الصحه ومحافظه على مؤسساتنا اللي نحن تعبنا كرمالها سنين 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 والاطفال اللي ربيناهم والستاف اللي هو مثل عائلتنا اللي هو كان ركن اساسي لنجاحنا وركن اساسي بتربيه الاولاد اللي نحن عملناها لسنين بالماضي صار عندنا بس هم واحد هو على مؤسساتنا وما بقى فرقانه معنا الخساره اللي لما لا تعوض لما مش رح تتعوض لا من هلا ولا المستقبل القريب على القليل المادي يعني كارثة على المجتمع كله مشتاقين مشتاقين للولاد تبعونا مشتاقين لمعلماتنا مشتاقين لنرجع لحياتنا الطبيعيه بس ضمن ضمن ضوابط تكون محقوقه يعني يعني بدك ترجع لمؤسستك بدك تاخذي حقك بدك تشوفي دوله بتستاهلك دوله بتستاهل انك تضحي كرمالها بلد بتحبيه قد الدنيا ما رح تخلي ما رح تخينيه يعني احنا ما رح نخون بلدنا بدنا بالعكس بدنا نكون فعالين بدنا نحضن لبنان باصعب وقت هو بحاجه لإلنا ما بدنا نقعد نتشقى على بعضنا ونسب بعضنا بس ولكن عندنا حقوق بدنا هيها ما فيها الدوله تتغاضى عن هذا الموضوع وتغزو الحضانات اجان ان اجان ل ثلاثين سنه بالماضي وما تعطيهم حقهم هلا بالوقت اللي نحن بامس بمأسل... الحاجه له عندنا حقوق بدنا اياها شو, الموضوع تحديدا هلا حضرنا هيدا الموفي اللي عم بفرج الولاد عم تتاخذ الحراره المسافه الامنه قديه ايه هول القصص مطلوبه وقد فيك تضبطها بين الولاد وقد نحنا بدنا نتعود على وضع الكورونا وهون بين هلالين بفرنسا وببعض البلدان فتحوا الحضانات والمدارس للاولاد يعني خلينا يروحوا على مدارسهم بعمر صغير لانه شافوا قد هن بالبيت مش محلهم بالبيت محلهم يتعاطوا مع اولاد من عمرهم كيف بدنا نتعايش مع الكورونا ويعني شو المزبوط تحديدا شربت؟ المشكله بوزاره الصحه هي عن جد شابوبا اللي قدرت عملته باحتواء ولا داعي للهلع كان ولا شك مقبول نعم. بس ولكن قصرت كثير وعم بتقصر ورح تقصر وهيئتنا مش شايفين نتيجه نهائيه للكورونا بلبنان وكنا نحن ملموسه عندنا، تصور وصلنا لصفر حالي ومع كل احترامي للي بدهم يرجعوا من برا وكل حقهم انه يرجعوا نحن عم نطلب انه يرجعوا بس تفضل يا دولة حجريهم انت اجباريا يا انت تدفعي عنهم يا هن يدفعوا بطريقه من الطرق في عندك 20 الف اوتيل فاضي حجريون اجباريا ايه بل تحت الحراسه مثل ما عملت كل البلدين اللي بتحترم حالها لانك انت لو دفعت 10 مليون دولار او 20 مليون دولار او 50 مليون دولار اذا انت نحن عم نضلنا هالقد الناحر بحالنا وضلنا نمد هالفتره عم نخسر 500 مليون دولار بالشهر يعني الجادوريت ما فتحت المدارس ما فتحت كرمال كم شخص بلا ضمير ما عنده وجدان هو راح يضلوا ما عنده مسؤوليه راح ما عنده مسؤوليه خلاته. وراح وخربوا بيتك وبيت وبيت كل هالعالم كرمال ليش مين حسابهم مين عب مين راح يحاسبني انا على خسارتي اللي لا تعوض على على محبة الأولاد اللي ما راح يشوفهم بقى للأولاد اللي هن محجورين ببيوتهم السوشيال ديستانسينغ ترجع على موضوعك الأساسي هو لا يمكن أنه يصير بالحضانة لا يمكن أن يصير ما بنضحك على بعضنا حضانة هي من, عمر شهرين لعمر ثلاث أربع سنين كيف بدك تضبط الولد يعني ما فيك تضبط الولد وما في مجال أنك تضبطي فيك تكوني قد ما فيك على القليلة 90% عندك الكونشنس أنك تعقمي تغسلي إيديك تلبس المعلمة ماسك تضل على طول تغسلي تعلم الأولاد يغسلوا إيديهم على طول How could you do social distancing مع الاولاد اللي عمرها سنتين؟ نو no واي، ما هو شفتي هلا بالاخر كيف هرم هجم على عملته بدي بوسه شو بتقولي له؟ لا 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 تقيلك بعد عني، انه خلينا نضحك على بعضنا، ايه وزاره الصحه عندها مسؤوليه هي تتفرجي للعالم انه شو انتم شو الامان الحضانه، بس ولكن في اشياء فينا نعملها، فينا اشياء ما فينا نعملها، كثره التعقيم ما لها الزوم، وقله وقلت الاهتمام بدها تؤدي لمشاكل، سو so هيك نحن مجبورين نضبط حاله الكورونا قد ما فينا بالبلد، بس ولكن اي سيمتوماتيك ما فيك تعني شيء فيها بتيجي عندك معلمه ما بها شيء اذا انت اخذت الكورونا او هالمعلمه اخذت الكورونا هي اي سيمتوماتيك هي ما عندها سيمتومز انا عمين مين بدي حالة حالي او بدي الولد بدلهم او بدي او الولد نفس الشيء اجى كثر خير الله انه لهلا الدراسات بتقول الاطفال هن لو كارير فيري لو كارير يعني هن هن يعدوا الادولت بدك يعني بتصير 1 اوف اوف 100000 ولهالولد انه هو اذا لا سمح الله عدا في 70 80% من الاولاد ما بيحسوا بعوارض بيعملوا شوي يمكن عوارض او قريبه على كواساكي او شيء بس ولكن تحت الواحد بالمية هن تحت ال1% هن الشانسز تبعهم انه لا سمح الله في ريسك سو بس ولكن هذا كله يتبع بدنا نشتغل عنا بضمير وجدان ونكون احنا عنا هالشفافيه بالتعاطي مع الاهل وبالتعاطي مع الاولاد ما بدنا نخوفهم فتحت الحضانات ما سكرت باي بلد بالعالم ترامب رئيس جمهوريه امريكا أو اول شغل عطى اول اعفاءات واول شغل عطى مساعد للديكرز بالامريكا الرئيس جمهوريه فرنسا اول كلمه قالها الكراش اول كلمه اي وزير صحه اي رئيس جمهوريه اي رئيس وزارة اول كلمه تجي على كلمته هي الكراش او الديكر باي بلد بيحترم حاله الا بلبنان نحن اخر اخر الخيط صح يعني كمان يعني نحن دولة ما شو نحن ما عم نطلب مصاري أوه. من دولة نحن معام... ما بس دعم لا لا ما لا لا. هون الاهل كمان كمان هون الاهل هن قيموا قيمتهم آه وقت اول ما بلشت اول حالة كورونا يعني مثبتة بلبنان انه نحن ما رح نبعت اولادنا على المدرسة يس يعني ليكي. يعني كمان الوضع ما انه طبيعي نحن وعم بيصير لاول مرة وما حدا عم بيعرف يتصرف بشكل مضبوط اوكي الكورونا من من فبروري مارش مش مثل هالكورونا هي هلا وثاني هلا كل الدراسات عم بتقول هي عم اوريدي اتس ميوتيتنج وهي اوريدي الفيروس ما عم ما بتكون العوارض تبعولها اخف بس هذا غير موضوع اوكي نحن خلص فهمنا شو يعني كورونا نحن هلا صار في عندنا استيعاب البلد شو هو نحن ما فينا نضلنا مسكرين مم. بالعكس نحن بدنا نساعد نحن ما عم نشهد من الدوله نحنا بدنا حقوقنا انا ما عم الدوله تاعت تفعل معاشات أربعمائة لموظفيني ماني بحاجه لها موظفيني قاعدين بلا شغل بده في قطاع بده دعم في قطاع بده, يعني. بده دعم نحن مدعومين ليش انا بدنا حقوق الحضانه هي شقفه من مدرسه ما فيك تستغني عنها ما فيك انت بالانون تقولي انا انا حضانه هي مؤسسه خاصه لشرب الابنادر عم يستوفي أه. اللي عمل بدوية. لا ما فيك تقولي هيك حضانه هي مؤسسه بتاخذ رخصه من وزاره الصحه الرخص تبعولها بتجبر توظيف معلمات عندها شهادات تربيه وممرضه وشهادات عندهم جامعه يعني هي الشروط هي مثل مدرسه بس على اصغر بالحجم هي اصغر، لازم نحن نلحق قوانين المدرسه، القوانين المدارس هي كثير واضحه وكثير صريحه فيها اعفاءات بداخلها، الاولى اللي بيقول اعفاءات ضريبيه ما في عندها ضريبه دخل. مدرسه ما تدفع ضريبه دخل، عندها اعفاءات من الرسوم البلديه، عندها اعفاءات على الكهرباء. انتم ما اياهم؟ نحن كلهم عندنا اياهم، نحن شو بكي؟ انتم بتدفعوا يعني ما عندكم اعفاءات؟ ما عندنا شيء نحن، نحن بيعتبرونا مثل مؤسسات خاصه نازلين فينا شبق من الطالع ومن النازل، البلاد البل... البل... اللي بتحترم حالها بتدعم الحضانة المؤسسات اللي بتحترم حالها ببلاد برا بتشتري مقاعد بالحضانة 10 ل 15 مقاعد لموظفينا او تي في بتجي لعند شربي بتقول انا بدي 10 محلات بهالحضانة لموظفيني بتشيل اياهم لي انا ببعث لك الموظفين اللي بيجيبوا اولادهم بحطهم فيها هيك بيشتغل السيستم برا بلبنان لا هون شو ناقص ناقص الوعي بهذا المجال كان يعني ناقص نحن دائما هيك بنمشي على الهواره وما في بلان مزبوط يعني لسوء الحظ لسوء الحظ بدنا وعي هو يتبنى موضوع الحضانه شخص عم يكونوا اكف بجننه بس ولكن الحضانات عم بتكون على اخر اهميتهم دائره الام الطفل بنوجه لها تحيه فاميلا منصور عم تعمل شغل جبار بس لكن ما في رئيس الدائره تعمل شغل لوحدها بدها دعم من الوزير طب ولا بدها الوزير يقف حدها بدها الوزير يعتبر الحضانات مثله مثل المرضات مثله مثل الحكمة ما نحن مؤسسات منها لكن بساليك سؤال وزاره التربيه هي مسؤوله عن المدارس مش شغل وزاره التربيه غير المدارس والجامعات ما عندها شيء وزاره لها طب ما هي الحضانه شقفه شقفه من هال من القطاع الصحي التربوي تابع لوزاره الصحه ليش ما بيمشي كوزير الصحه وبضل يدافع عن حقوقه نحن لسنه الماضية اللي فينا من التي في يا عمي بالعالم كله الدول اللي بتدفع للحضانه تضل بيقف على لانه هو القطاع العام خليني يعرفوا شغلي الحضانات هلا العالم بدها تعرف هي قيمتها لانه هلا الخدم البيوت بدها تروح صح هلا التيتا وجده ما رح يقدروا يهتموا بالولاد شو بدكم شو بدهم يعملوا هلا الدوله لازم توعى وعيت الدوله هي بس قالت اول شيء بيفتح قطاع الحضانات انا شفته كان شوي بكير شوي بكير م. بس هلا الدوله اللي بحاجه إنه تدعم الحضانات لانه هلا العالم بدهم يهجموا على الحضانات وانا هون بوجه لاصحاب الحضانات بقول لهم طولوا بالكم انتبهوا على شغلكم انتبهوا على نوعيه الشغل اللي عم تشتغلوه لانه هلا بده نحن نوقف حد الامات وحد البيات وحد الجينيراسيون الجديده لانه هلا بده يصير في عندنا شغل بتقولي شغل بلا بركه على 1500 بقول لكم ايه فليكن هذا وطننا نحن بدنا نوقف حدو نحن منا نحن القدوريه بتاخذ 400 دولار او 300 دولار ما فينا ناخذ من الاهل مليون و200 مليون و300 الف بدها تاخذ القدوريه 500 الف ليره بتقول لي 500 الف ليره بتطلع 120 دولار انا سات القدوريه ببلش بقول لك فليكن لانه هذا السعر الرسمي هذا نحن بدنا نقدر نساعد شوي بتطلع شوي بننزل اتس اوكي بس نحن ما فينا نروح على سعر 4000 ايه ما كمان في في العالم في ما حدا بيحط اولاده <applause> لا <applause> بالمدرسه <وليه بالجلب تصفيق> <applause> <applause> ولا بالجالري ولا ما نحن بدنا نكون عندنا شوي تعاطي سليم مع الاهل نوقف حدهم لانه هلا رح يدقوا بابنا كثير من الاهالي بس بدنا وزاره الصحه تقول للاهل طمنوا بالكم انه اوكي انه معقولة وزاره الصحه تمضي الاهل على ريليس لا مش مقبوله وهذه ضد القانون وانا ما بقبلها خبرنا عنها اكثر لانه في كثار ما بيعرفوا هيدا التفصيل تحديدا، الاهل بدهم يحطوا اولادهم على مسؤوليتهم بالجاردوري صار في بالتاسك فورس مع وزاره الصحه من فتره من كم يوم اجتماع اول شيء استثنت منه نقابتنا واستثنيت منه انا لانه من هلا توضح لي ليش؟ لانه هن عارفين انا رح ارفض بتاتا ثلاث ارباع المقررات اللي هن عملوها بس لكن هيدي وزاره الصحه انا مجبور التزم فيها ولا عندي تحفظاتها وبحمل المسؤوليه وزاره الصحه واللي مشتركين من نقبا ومن حكام نقبة ونواب نقبة ومستشارين نقبة بجهلهم هون اللوم وبقول لهم انه مسؤوليتكم على شو بده يصير من بعد هذا القرار اللي صار هلا بوزاره الصحه. وزاره الصحه هلا طلعت مرسوم تفتح الحضانات بنسبه 25% للحضانه. يعني اذا عندك حضانه فيها 5000 متر مربع في عندك 10000 12000 دولار أجر تدفعيه بالشهر سمحت لك على ثمان صفوف خمس أولاد يعني 40 ولد بالحضانه خمس أولاد بالصف م. تتفتحي وفوق هذا كله تعي ماما دي لي هون معروف عهد اذا انت بتبعت ابنك على, على الحضانه على مسؤوليتك الخاصه ولك هيدي ضد القانون ضد الاخلاق وهيدي بايس وهيدي بحد ذاتها من هال 25 اهل اللي بده يجوا لعندك 50 من رقميه من 25 يقولوا لك باي باي لانه هيدي مش موجوده بالعالم انه ما في هي دولة هيدي يعني عنكم المسؤولية هيدي بتخوف الأهل هي أصلا ما في مسؤولية على الحضانة أنا اللي طلبت وزارة الصحة أيه. إنه هن ما يكون في مسؤولية على الحضانة بالفتح بس مش تقولوا تحطوا مسؤولية على الأهل مم. إنه إنه تصوري دولة دولة وأنا هون بوجه بوجه سؤال للقضاة وللمحامين اللي إلا حق وزارة الصحة تقول للأهل ما تجيبوا ابنكم على حضانة بالقانون ما تجيبوا ابنكم على الحضانة إذا بعت الحضانة هي مسؤوليتكم الخاصة بوباء ببانديميك مثل الكورونا موجود بالعالم كله. لا بقول أنا كنا كوزارة الحضانة ما عندها مسؤولية بحال أتممت كل الواجبة التعقيمي والوظيفي والضمير وال وال والمتطلبات منها هي ما عليها مسؤولية لأنه هي منا منا هي اللي قاصدة أو هي اللي طلبت الولد يجيب الفيروس أو المعلمة أو يمكن صاحب الحضانة مش عارف فات على الحضانة خلينا نكون صريحين انه كيف انه لا هيدي مش مش مقبوله نحن ما بنقبلها، ما بنقبل 25% وانا طالب موعد من هلا شو شو يعني ما رح يعاد فتح الحضانات؟ و... و... بدنا نفتح كرمال معلماتنا وكرمال الاهل اللي مضطرين نبعتوا اولادهم. انا نو واي انا كنت بوافق عليه لهذا الطلب وانا نو واي كنت بفتح الحضانات هلا اذا هذا اللي طلبته الا اذا في شي نحن ما معنا خبره وزاره الصحه والتا... والكورونا تاسك فورس ما عم بيكونوا عندهم الشجاعه يقولوا للبنانيه شو هي الحقيقه مزبوطة انا لو عندي شيء مخبيه بموضوع الكورونا لو عندي شيء انا مخبيه وهيدا يمكن بعمل نفس الشيء يعني بخليني انا اتساءل انه في شيء غلط لتعمل 25% للحضانه وحتى بعد 25 للحضانة بتمضي لاهل على ريليس اوف لايبيلتي انه اذا سالوا شيء ابنك هي مسؤوليتك اذا عندي شيء خبيه انا بعمل هيك اذا ما عندي شيء خبيه لا رجعوا يا امات على شغل الكون رجع يا قطاع افتاح اوكي ما تفتح فول بلاست و20 ولد بالصف مثل قبل تنشوف شو بده يصير بهالمراحل الصعبه بس متل قد تحديدا مع الاولاد شربي قد ايه قد يعني هي اذا بدك قصه خلينا نقول إلى طعمه انه يكون في خمس اولاد بعد العشرين 20 صفر صفر انه مع ما وما يجي البيدياتري فلفسه يعني وما يجي حدا يعني يعني الولد بده يتحرك ولا ما, فيه ما, ما في مجال أسبوع. ما حدا حد لي ما في في بعد النقبه او بعد الحكي حكوا انه ما بنحط العاب حتى ما يحطوا ولد بتمون شو بيروحوا سوري شو بعملوا لبلد انا ثمن ساعات أي. انه هلا وقفنا نحن الاكل فور إم... فور فور تم... يعني لهلا الوقت الوقت الضيق اللي عندنا اياه لشهر تشوف شو بده يصير لانه حتى آه ما هلا ما في تقديم اكل وقفنا هلا لكن في بعض الكادويت بدها تقدم نحن كادويت الكبار اللي عندنا مطابخ بروفيشنال وهيك لا. وقفنا تقديم الاكل تنشوف شو بده يصير من وراها لانه ما هيني كمان تقدمي اكل للاولاد ونحن كلنا بنعرف هلا شو مشاكل الاكل بالسوق آه ما في ريسك في في الفكره تبع سلامه الغذاء عندي كويشن مارك عليها بغض النظر انه كلفتها صارت كثير باهظه الكلفه يمكن اكثر ونحن ما علينا دي سعر الجادولي طب قلنا بعدنا عم ناخذ 1500 500000 و 500, 540000 و 600000 ليره الجادولي يعني صار هلا اللي بياخذ 200 دولار على البنك بيجيب اكثر من هيك وبيجي بيدفع الجادولي بلاش نحن ما غلينا بس لانه عندنا مش المصاري هي الاساس هي الفاكتور تبع سليمه الغذاء سو خلينا نرجع لموضوعنا انه انا ايه هلا اذا انا بدي اجي اقول للحضانه تاعي افتحي وتحملي انت مسؤوليتك وتعرفي انت شو بدك يجيك من مشاكل لا انا في عندي هون بروبليم في عندي كوش بيك باشن مارك بدي اعملها انه انا مجبور افتح للام انا مجبور الام اللي بدها تنزل على شغلها امبارح امبارح عم يحكوا لنا عم يبكوا انه يا انه شربي انا كيف بدي ابعت ابني وامدي لك هذه الورقه انا بمدي للجاردوريه انت ما عليك مسؤوليه بس انا بمدي انا بعطيك ابني وانا مسؤوليتي انا اذا ببعته على الحضانه هذا بعد مش سياره بالعالم تبقي انا ببعث لانش باك لانش باكس مع ابني وبتشكلك انك تركت الاسعار هي مثل ما هي وهذه ظابطه بس انه انا شو شو بقول غير الام اللي هي بدها تيجي اوفر ال 25% بقول لها سوري انا نقيت غير ما نقيت شونتال مم. لا انه في في يعني في في قله ثقة ثقه يعني بدها تعب اكثر الألعاب. وما بدها تتحمل مسؤوليتها اللي بده يتهرب من مسؤوليته بيعمل هيك قرار انا انا طالب موعد من معالي وزير الصحه لهلا صار لي اربع ايام طالب الموعد بعد لهلا ما اجاني شيء بتعجب انه يجيني شيء وانا بشكر ربي ان انا ما كنت باللجنه الطابولة لأنه انا بحمل اللجنه مسؤوليه اللي بدها تصير جمعه الجاي وفي بحدود ال 200 حضانه ما رح يفتحوا في <applause> بحدود ال 200 حضانه ومن حضانات كثير مهمه بلبنان مع لكل الحضانات اللي عندها تاريخ ما راح تقدر تستمر نو واي ما انك تستمر كيف بدك يعني للاسف القطاعات كثيره عم نشوف قد يعني كلنا عايشين بهيدي الفتره الصعبه قد في مؤسسات تربويه مدارس ما بقى رح مدارس, مدارس عريقه عم عريقه, عريقة عندها اسامي yes. يعني اسامي عريقه اكيد نحن ما عم ما بدنا مصاري من الدوله انا ما بدي بدك تعفيني بس من الاشياء اللي انا بدي اعملها من الاشياء اللي انا حقي فيها اللي ساعديني بس توقف على رجلي ليه لأن... اتجاوب من مثل ما حكيت من الاهل انه يحطوا اولادهم بالكارتوري بدهم يحطوا بدهم يحطوا ما بس ما لانه بس اللي عملوه خوفت الاهل اكثر شيء اجر لجويه شيء ناطر تيشوف شو اللي يعمل شيء متكل ابنه بالحضانه عنده ابن ثاني بالمتغنى بدي بده سوا كمان يعني انت عندك سبعة سبع سنين بالبيت وخمس سنين وعندك هلا سمر كام جايه هونيك المشكله الاساسيه وعندك ولد عمره سنتين لا شو بدك تبعث ولد عمره سنتين انه ما عم نفهم انت بحاجه تبعت الولدين طب انا ما فيني اخذ انا عندي كمان رخص مدرسي رخصه مدرسي ما ما لحق استقبل اولاد اللي اكثر من ثلاث سنين اربع سنين شو بعمل؟ بتقول لك انا اذا ما فيني أبعت اثنين سوا ما بدي أبعت وكل العالم من... عن جد هي بدها تبعث اولادها وبدها تفتح هذا القطاع بس هيك قررت العملوا هي اللي قضت علينا هلا بوقت الحاضر تنشوف اذا رح يغيروا رايهم فيها قريبا ان شاء الله وتكون موضوع الكورونا كليتها محسومه اكثر واكثر بلبنان ان شاء الله يعني هيدي هيدي المشاكل كثيره عم يعني بتكون اكثر من قدرتنا الاستيعابيه الفكريه والمعنويه لهالدرجه يعني واكيد بدها مخططات يعني دقيقه ولازم تصير متل ما مثل ما لازم اعطتني مثل ما اعطت وزاره الصحه هلا اعطت حق للحضاره الحضانيه شحط 500 من موظفينه انا هلا بالقانون إلا حق انه سوري انا انا بس سمحت لي زاد صحة 25 5% 500 مليه موظفين في العاب يكون انه انا شو بعمل بدفع لموظفين 500 مليه لحقته فتحنا نحن بالقانون هلا فتحنا طب اوكي انا فتحت بس ما فيني استوعب كل كل المعلومات عندي فوق ال 100 معلمه 70 معلمه 50 معلمه حضنت فيها 20 معلمه بس مش غريب 30 انه تكون صرختك وحدك يعني وفي مش صرختي يعني انا عم بقول لك صرخه 500 جدوليه بلبنان اوكي صرخه كل الجدوليات يعني كل بس ما كان حدا موجود معها للجنه وقت اللي اخذت هالقرار كان في نقابه نقابه ثانيه اللي هي مثلا بهنا جوجو وال... والحراس طابوله وال وال والمستشارين طابوله والمستشارين اي ما هن اللي طلعوا القرار وفوق هذا كله طالعين ريليس انه بدهم الصليب الاحمر يقطع على تشوف تكشف عليها انه و... انه واو الصليب الاحمر يقطع على وبعد شوي لجنه الدبلي اتش او تفوت تشوف حراره المديره او حرارته لما يصير بنادر اذا منيح وبدنا يعرف كيف انه يعني يا لطيف في شيء امرجنسي في شيء حل طارئه للحضانات ونشوف السوشيال ديستنسينج بين الاولاد ونشوف اذا حاطين كمامات الاولاد والمعلمين هلا الاولاد ما فيهم يحطوا كمامات يعني ما أنا من يعني ما ابدا نحن نفكر بالاولاد الكبار وعم نقول كيف بدها تزبط القصه اكيد و... ما فينا نحطه حتى المعلمه بس تفوت لجوا ما فيها تحط رح نحطتها نحن ورح تضلها تغسل وبعد الاحوال عندك كثير كفوف على الاكل طيب بشرب بهيدي الطريقه ما بتكون عم تنقد انت كل شيء عم بيصير انه نحن كاهل خفنا نبعث ولادنا على المدرسه وكل شيء عم بيصير درس اونلاين لكن منود الاولاد كمان اكيد يود الاولاد اكيد يود الولاد. بس مش كل الاهل لكن انت معقول انا معقول ادفع 26 دولار على الاي بي قسطه وابني قاعد بالبيت الساعه 5 بيعمل صف واحد اونلاين انه ما في ليش ما فيها تفتح المد... الجامعات ليش ما فيها تفتح المدارس خليني فهمني اوكي عمل له ش... أو المدرسة عمرها 10 سنين ولا 15 سنة ولد، الولاد... يقعد ولد ايه ولد لا ولد ايه ولا يفتحوا سيوف كثيرة، كمان 40 ولد بالصف كمان مش مقبولة. سوري <مم> على الكلمة يعني، اوكي الولد الصف بساعة 20 ولد، ولد ايه ولد لا، يفتحوا المدرسة ليش ما فين يفتحوا؟ إنه قد ايه بدهم يضلوا مسكرين؟ للسنة الجاية، أنت أنا شفت الأونلاين لأولادي للشباب تبعولي أنا. شو هذا أونلاين؟ عم مين عم نكذب نحن؟ شو يعني أونلاين؟ ما فهمت. انا عندي ميكانيكال انجينير وسيفل انجينير ولادي شو شو عم يضحكوا عم يضحكوا بلبنان بده 100 سنه ما بيصير تك تك كونتري لانه ما في دماغ الدوله اللي بدها تقرر تيجي كلها كلها مراراتها عشوائيه يلا تعيا تعيا اعمل لي هيدا اعمل لي هيدا وعفيني التيرمينال وعارفين هيدا كله بيتهرب من المسؤوليه ما حدا بيقدر يحمل المسؤوليه مزبوطة ليه ما فتحت المدارس هلا حدا خلينا يفهمني كانت قامت ما بدهم العالم يدفعوا لا لا انا بقول لك هلا ما بدهم العالم يدفع قسط ما هيك فتحوا انا بقول لك اياها بغض النظر مجبورين ندفع القسط لانه نحن اولادنا عم بيتعلموا اونلاين ما فينا ما ندفع القسط لانه ما بيسجلون سنت الجاي العالم ما دفعت القسطها ما, ما هيك ما دفعت اولادها بس دفعت القسطها كمان لانه مش سبب. قادره تدفع اعطيني السبب ليش ما فتحت المدارس في اهل هو مع باله يدفع لانه قادر ومش يس مع... يس قادر وما بده يس يس انا بقول لك إيه. في كثير عالم جادي انا اول واحد عملت بعثت لتر عندي تعوا بليز خدوا البلتان احنا ما بدنا منكم شيء خدوا البلتان والدوسيه تبع الاولاد واعتبروهم كلهم نجحوا مارس مش مدفوع ابريل مش مدفوع مي مش مدفوع وجوا مش مدفوع انا عارف انا احنا مش عارفين يدفعوا <applause> ليه تبهدل حالي ليه تبهدل نفسي ليه تبهدل مؤسستي وصحتنا لا ما في بروبلم مع موظفين ما ابدت كليتها هالفتره الصعبه الاكثريتها ام فيري سوري بس انا اذا الله وافقني وقدرت امت بقوتهم وبتعبهم وبمجهود اللي رح نشتغلوا هلا 10 مرات اكثر من قبل رح عليهم اخذوا شقفه من المعلمات من الموظفين انا كنت بعتبرها انه هي لون اعطيتهم اياها ما بقى بدي اياها مزبوط في شهرين موظفين ما قبضوا فيها أك... بكوز انا ما بقى فيني ادفع لون لانه عندي انا مؤسسه كتير كبيره وكتير قدريات ما بتقدر رح نقدر نوقف على اجرينا ورح تقوم الحضانه من هذا هادل... من هذه هادل... المحنه تبعونا لانه ما في مجال إحنا ما نقوم فيها اذا ما فيها في مشكله كتير كبيره خلت تفهم ذات الصحه نحن نحن قطاع كثير حساس وكثير بحاجه انه نكون فينا على خصوصا اول السنه اللي بدها تجي لانه كثير عالم من نيوجور يمكن ما بقى فينا ندفع 500 دولار على الصنعه اللي هي بدها مليونين ونص ليره او او مليون ونص ديرة لهلا يمكن تصير خمس ثلاثة مليون ليره بعد شوي خلينا نكون صريحين ما بحياتنا يعني عشنا برا وما بحياتنا كان عن عندنا صنعه او سوري على كلمه صنعه خدمه يعني مساعدة ما بحياته كان عندنا مساعدات بالبيت ما بحياته كان عندنا كذا رح يرجع لبنان هيك وثلاثه جده خلص ما بقى فيهم يهتموا بالولاد سو رح يصير في طلبه كثير موضوعي بيطلب من الحضانه تطولوا بالهم يشتغلوا بكثير موضوعيه بحاجه لان الدوله بحاجه انه تطلع فينا بحاجه انه آه تعطينا حقوقنا بس تعطينا هالاعفاءات اللي احنا بدنا اياها نحن ما بدنا منها في كثير حضانه طلبوني شرب طلب الحضانه 400 موظفينها قلت لهم يا عمي عاب عليكم معلمي عنا اياها بالدنيا انا معلمتي عندي اياها بالدنيا اسيستنتي الحضانه شوفور الحضانه صار عندي سنين بتروحوا للدوله تعوا حتى لو هن محتلدين بس فعلا كثير عن جد تعبانه اكثر بحاجه لدعم الدولي، انا ما فيني اجي للدوله تعب اعطي 400 الف اللي لمعلمتي، يعني انا ما كيف لي عين، انا كيف اصلا كيف لي عين ما بقدر ادفع لهم معيشتهم، انا اوريدي مديون للبنك والله يساعدني كيف بدي اطلع من من مشكلتي، الانفستمنت اللي عملوا هيومنجس <applause> كيف بدي ارجع ديون مليون دولار مليونز اوف دولار كيف بدي ارجعها للدوله على 1500 هذا هذا بروبليم انا بحله ما رح فوت موظفيني بالشق اللي انا عندي اياه تقدر اعمل شيء نموذجي عارفه انت بتعرفي بلبنان في عنا حضانات نموذجيه طلعوا من عنا من عنا راحوا على كل البلاد العربيه بتروح على امريكا كراش بتروح على فرنسا كراش في كم حضانه نموذجيه بالعالم بلبنان 60 70 80% من حضاناتنا نموذجيين يعني اي شيء في لحضانه بتفتح من الساعه 7 للساعه خمسة و6 بالليل في بعد الحالات بيفتحوا السبت مظبوط تربيقه وغدا وسخن وديسير ومي وكلينكس وكله من عنا ولك اوتوكار شايفة في حضانه بالعالم عنده اوتوكار لك انا بلشت اوتوكار من 23 و25 سنه قالوا كنت روح انا بايدي سوق الاوتوكار اول ما بلشت اجيب الاولاد عمرها سنتين شهرين وسنه وسنتين حطهم ب... بالاوتوكار طابون ورجعون على البيوت العالم كانت مصدومه اوتوكار اوتوكار نحن اللي اطلقناها بلبنان بالعالم كله ما في اونلاين اوكي طالب وزاره الصحه بطلب من الاهالي ترجع الاونلاين للجاردوريات هل الاهالي بحاجه لها اعفوا الحضانات من من الاونلاين ليش ليش خلي حدا يقول لي ليش اعفوا الحضانات الاونلاين كثير اهالي عم بيطالبوا انه يرجع الاونلاين هيدي هلا موضوع ثقه بترجع الثقه للاهل انت عندك عم ولد عمره سنتين حطيتيه بالجاردولي طب إذا جاي عيلتك مثل أيام قبل تشوفيه أونلاين خمس دقايق تطمني عليه إذا ماشي حاله ما بترجع لك قبل الحضانة؟ هلا منعوها منعتها منع 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 وزارة الصحة من ست شهور بتعتبروا أولادنا ما عدنا كثير يعني على أطلاق منعتها وزارة الصحة من ست شهور وإذا كثير السبب؟ السبب إنه هي بتمس بكرامة الولد بالبرايفسي تبعيته ورح أحكي طيب. من الآخر السبب الأساسي إنه في كثير شنط من القادوريات طلبتها إنه هي توقف ولأنه عم تنزعجوا عم ينزعجوا من تطلبات الأهل معهم حق بس مش لازم توقف لانه هي بتمس بشرف الولد لانه ما في شرف ولد بهذا الموضوع. الاهل عم يمدوا ريليس وبس الاهل عم يشوفوا الاولاد اوكي مزبوط انه الاهل زادوها عم يقعدوا كل نهار على الكاميرات وكل ما ونقل ولد. أي مدام نقل الولد ايه ما نقل الولد أي ما دام نقل الولد كمان عملت عملت تداعيات مش مزبوطة على الكاميرا بس لكن انا بطلب وزاره الصحه وهذا من اللي رح اوجهها لوزير الصحه انه يرجعوا الكاميرات اونلاين على القليل بالفتره اللي نحن بحاجه فيها للكورونا عنا بحاجة طبعا عاملين يعني مشاكل كثيره شربي هيدا هو الموضوع عم نحكي بمشاكل كيف بدها تنحل بنتمنى انه تنحل بشكل كثير سريع وضع الكورونا الاهل كمان يلي يعني هنا عم بيعطوا لهم كمان في اهل ما عندهم حس المسؤوليه يعني بيبعتوا اولادهم سخنين بحاله الامراض العاديه اللي صرنا هلا نحن بنعتبرها كيف بدنا نتكل هلا كمان على وعي اهل بزمن الكورونا ما يعني كمان ما هيك من هيك من هيك نحن كنا ابي وانا بحضانته وكنا كثير قاسيين هلا العالم عرفوا شو قيمتها بس نقول مدام عملت 38 ادميه لا على مدام عتاتيب برنادول شيلين ريحه ما مدام سوري غيرت له معلمه شافت ال, ال... ال... شيء مش مزبوط بالخروج انه يعني اثار السيبوزيتوار مثلا او شيء عامل معروف كذا لا 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 لما دام شيل لابنك ما عجبك شيليه خلص هون نحن نحن كثير قاسيين بهذا الموضوع هلا العالم عرفوا شو قيمتها عرفوا شو قيمتها انه بليز ليتس كثير مهمه كثير مهمه الحضانه ما تتخلوا عنا لانه ما رح تلاقوا مثلها واللي بحب منكم اياه انه اللي شايفينه اللي هلا ما رح تشوفوا غيره على القليله خمس سنين شايفة ما مدام اللي عندها اياها الجادولي ما رح تشوفي غيرها على خمس سنين، شايفة الجادولي مكلفة ملايين ما رح ينعمل بقى مثلها، لأنه ما بقى فيك تشتري شيء كهرباء بلبنان صح شايفة هذا الزلمة الموجود قدامك اللي عنده هيدي الحضانة وهال وهالست اللي تعبان على حضانتها قدسيها لأنه ما رح تشوفي وحدة ثانية تفتح حدا بقى، لأنه خلص يعني اتكنت بيه الوف الدولارات نحن نصرف على ألعابنا قلوه في نصرف من الصرف نحن على الميتنس تبعونا وعلى الكرم تبع الحضانات هلا صار يعرفوا قيمته الاهل انا لا انا صرت اعرف قيمته لانه انا هلا اذا بدق الزلمه تاع ركب لي مكانه آه للتعقيم او شيء صرت صرت بس هون شارب الكتار بيقولوا طيب ما كل شيء بحقه ما الاهل كمان عم يدفعوا ما فيهم يدفعوا يعني, يعني مزبوط بس انه ب من ثمان اشهر لورا الاهل هن عم يشتغلوا لا يدفعوا اذا عندهم اولاد صغار نص معاشهم او ثلاث ارباع معاشهم لا يحطوا اولادهم بالحضانه من يوم ورايح اليوم اليوم إيه لبنان از هلا إيه؟ هلا رجعت انا بس بس بلشت من خمس من 25 سنه انا من 25 سنه كان عندنا هالايام هي اللي شايفتيها هلا مم. انا بس فتحت عناتي من 25 سنه نفس الايام هلا عم اشوفها ما كان في شيء ما كان في شيء بلبنان كله كان جهد جهد شربل وجهد كم شخص ريتا ونضال وكل الاشخاص هودي اللي فتحوا يعني. الافراد هن اللي عملوا هاد السيري اللي شايفتيها هلا نحن بلشنا هيك هلا بدنا نرجع بالعدل العكسي بس لا ما فشل ما فشل هلا بدنا نقدم لقدام نشتغل عشرين مره اكثر من قبل باكيد بالتواضع لانه ما بقى فينا نكون هالقد مثل ما كنا قبل فرق ما قد كثير قبل كنا نصرف وكثير كنا نعمل اشياء على الحضانه ما بقى فينا نعملها خلينا نكون واضحين مزبوط بس بدنا نشتغل بالكواليتي اللي كانت عنا اياها بالحب بالاهتمام بالكير بالنظافه ايه يمكن ما بقى اقدر اعمل حفلات اللي كنت قبل واعمل جراديويشن وطنطاني صرت اعمل جراديويشن بس ما بقى فيني اعملها طنطاني مثل قبل بس انه ايه ما عليه فليكن يو هاف تو ادابت ليش؟ لانه الام بحاجه لنا والبي بحاجه لنا والاهم من هذا كله الطفل بحاجه لنا ما في بدوننا ما في ما في ما في يقطع مرحله الجادوري عرفتوا قيمتها عرفوا الاهل قيمتها من ولد لولد تعرف أنا هلا بجادوريتنا اولاد كانت عندنا من صغيره حتى اولادها هلا عرفوا قيمتنا صح سو سر اتس ماست وهلا بعد بعد شهرين وثلاثه بس تخلص من الكورونا ومصايب الكورونا ان شاء الله يا رب رح يعرفوا قيمتها أي. رح يعرفوا هي بفتكر يعني اذا بق... يعني انحلت قصه الكورونا كانت محلوله شفتها قدامي محلوله انا بس فتحوا الطيران رجعت فلت شفتها قدامي كان لبنان نموذجي كانوا يحكوا عنه بالعالم اوريدي هلا حكوا عنه بالعالم انه كيف بس سمح الله انه 22 الله يرحمهم هيك وكذا استوعبناه كنا قضينا عليه كان لبنان هلا فري كورونا العالم محجوره بأوتيلاتها بفل 10000 بيجي 10000 في 10000 بيجي 10000 اجباري فتح الاقتصاد كله كان بال... بال... بالمشكله اللي عندنا اياها نحن المدارس جامعات المطاعم البيتشات خلينا خلينا نكون واضحين رح نضلنا نازع رح نضلنا نازع ان شاء الله لا نحن يعني بدنا نضل متفائلين لانه يس. بدنا كل القطاعات ترجع يس تنشط لانه كلنا مربوطين بكل لألم. شيء يعني بحاجه لإلها مش معقوله بحاجه لإلها ان شاء الله يا رب بدي اتشكر حضورك معنا شربي على امل أم, لقى الحلول كلنا سوا لانه كلنا لبنانيين بدنا نتكاتف اهم شيء نوقف حد بعض yes. و... ونعطي هيك كريدي لبعض لحتى نحن واولادنا نرجع عنا ثقه بلبنان عنا ثقه بلبنان okay. عنا ثقه بدولتنا عنا ثقه بي... بارضنا ان شاء الله يا رب كل خير اهلا وسهلا فيك من جديد بذكر شربي نادر نقيب اصحاب الحضانات المتخصصه بلبنان، أهلاً وسهلاً، مشاهدينا فاصل